عاد السياح الأمريكيون والأجانب إلى الأنصاب التذكارية المنثورة على المول الوطني في وسط العاصمة الأمريكية بعد أن قررت مصلحة المنتزهات السماح بالدخول إليها لمستلزمات التعديل الأول في الدستور الذي يضمن حرية التعبير. السياح الأجانب لم يعبروا عن أي رأي سياسي عن الأزمة الراهنة، لكنهم كانوا مرتاحين إلى أن رحلتهم لم تذهب سدى. كاميرا الميادين رصدت أيضا أما وأولادها قرروا القيام بما يرونه واجبا وطنيا. We had heard about the trash collectors not coming and we just wanted to do our part. We heard of other people coming here and collecting trash. It made us feel guilty. وكان متظاهرون أكثرهم من الجمهوريين قد أزالوا ليلة الأحد الحواجز التي كانت تغلق الأنصاب وحملوا بعضها إلى أمام البيت الأبيض بعد لقاء سياسي كان من أبرز المتحدثين فيه السناتور من حزب الشاي تيد كروز والمرشحة السابقة لنيابة الرئاسة سارة بيلن. خطوة السماح للناس بالعودة إلى هذه الأنصاب التذكارية تحت أي عنوان أتى امتص البعض من الغضب الناجم من الإقفال الحكومي، لكن أكثرية الأمريكيين ما زالت قلقة جدا من الأجواء السياسية المتوترة في البلاد. إيميل بارودي، واشنطن، الميادين.